طيب إيجار وبيع العقار، المرتب يدوب 3000 جنيه لا يكفي في إيجار الشقة. أنا متزوج، أترك 1000 جنيه في البيت وجالي الشغل في المحافظة في شركة لتمويل المشاريع اللي هي الصغيرة، تدفع قروض للمشاريع الصغيرة، مثل عنده كشك مثلا يبيع فيه بعض المرطبات وعايز يكبره، تدرس حالته ويقدموا له قرض. أنا شغلي عبارة عن أشوف بيانات العميل صحيحة ولا لا، وأسعى عليه في المنطقة اللي هي فيه، شغلي ده حلال ولا حرام. عملوك في هذه الشركة، الشركة دي بتقدم قروض ربوية، ففيها شبهة عملك في هذه الشركة فيه شبهة الإعانة على الإثم، لأن التمويل من خلال القروض المصرفية في الأصل معاملة ربوية بلا نزاع، لا يترخص فيها إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها، وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا أن الإعانة المحرمة على الإثم هي الإعانة المقصودة أو الإعانة المباشرة، ويبقى ما عدا هذا في إطار الشبهة التي تقوى وتضعف بحسب قربها من هذا الضابط أو بعد عنه، ولا يظهر لي تحقق مناط التحريم فيما وصفت من العمل، فيبقى في إطار الشبهة. لا سيما أنت تعين أصحاب المشروعات المتناهية في الصغر كما تقول، اللي قد تكون أحوالهم مما يسوق الترخص في الاقتراض الربوي لمسيس حاجتهم. على كل حال إن قويت على اجتناب هذا العمل فقد استبرأت لعرضك ودينك، وإن ضعفت عن ذلك واحتجت حقا إلى هذا العمل يرجى أن تكون لك رخصة إن شاء الله، وتكثر من التصدق بشيء من المال تطهيرا له مما شابه من شوائب الحرام. طيب